دجاجة بروستد، الشكل روعة والطعم يجنن. ولعمل وصفتنا لهذا اليوم راح نحتاج نحضر البتر ميلك، ممكن تشتروه جاهز من الأسواق بس أنا راح أسويه وياكم. عندي 1 لتر من الحليب السائل، راح أضيف عليه 1/3 كوب من عصير الليمون، راح أضيف عليه ملعقة متوسطة من بودرة الثوم، بودرة البصل والجنجر أو الزنجبيل، راح أخلطهم مع بعض مثل ما تلاحظون. بعدها راح أضيف الملح، ممكن تضيفون ملح اعتيادي، أنا هنا استخدمت ملح الهملايا، شيء يرجع لكم وحسب المتوفر لكم. راح أخلط المزيج وأغطي فوطة مطبخ وأتركه حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى تتفاعل المواد مع بعضها. بعد مرور ربع ساعة راح أضيف 3 ملاعق من اللبن الرائب أو الزبادي، وبهذا يكون عندنا البتر ميلك جاهز حتى نغمس به الدجاج. أما بالنسبة للدجاج تقدرون تستخدمون دجاجة كاملة وتقسموها حسب رغبتكم، أما أنا هنا استخدمت حوالي 1.5 كيلو من الدبابيس. القطع الكبيرة من الدبابيس قسمتها وشرحتها بهذا الشكل، شرحات بسيطة ما وصلت للعظم بس حتى تساعدني أثناء عملية القلي أنه يدخل الزيت بيها وتستوي وتكون من الداخل والخارج مستوية. بعد ما شرحتهم راح أخليهم كلهم بمحلول الحليب وراح أتركهم يفضل ينترك حوالي ليلة كاملة، بس ممكن أقل شيء نخليهم حوالي 2 ساعة. بعد مرور الوقت المطلوب طلعتهم من الثلاجة وبديت أصفيهم وخليتهم بإناء آخر. عندي هنا 2.5 كوب من الطحين، ضفت لها 0.5 كوب من النشا، راح أضيف لها حوالي ملعقة أكل من كل من بودرة الزنجبيل، بودرة البصل، الثوم، ملح، فلفل أسود، بابريكا، وملعقة صغيرة من الكركم. راح أخلطهم مع الطحين وأمزجهم بهذا الشكل. اللي يحب يضيف حار بهارات حارة مثل فلفل أحمر أو شيء ممكن يضيف بهذا الوقت. عندي هنا الدبابيس راح أخذ واحدة من عندهم، راح أغمسها بالحليب أولا وبعدين أخليها بخليط الطحين والنشا. أخذ وقتي بهاي المرحلة حتى تتغلف كل قطعة الدجاج بالطحين. أرجع مرة ثانية حتى أحصل على غلاف كريسبي، أخليها مرة ثانية ب الصوص الحليب، ومرة أخرى راح أخليها بالطحين. ممكن تعيدون هاي العملية مرتين بس مو أكثر من مرتين. راح أسوي واحدة ثانية بنفس الشكل، مثل ما قلت أحاول أخذ وقتي بعملية تغميس الدجاج بالطحين وأدخل لكل تحت الجلد وفوق الجلد وأيضا الشرحات اللي عملتها بالسكين، وبهذا الشكل أخلص كل هذه الكمية اللي عندي حسب ما هو مبين بالفيديو. وبعد ما نكمل كل الكمية اللي عندنا راح نحضر مقلاة عميقة، راح نخلي حوالي نصفها زيت نباتي، ويفضل ان تكون صغيرة حتى نخلي بها قطع قليلة تغمرها الزيت القلي حتى تستوي من كل الجوانب، وبنفس الوقت راح احمي الزيت الى ان يحمي ويكون كلش حامي. راح اسقط به الدبابيس بهذا الشكل، راح هنا أخلي 2 بنفس الوقت مثل ما تلاحظون. يفضل أنه ما نخلي كميات هواية لأنه بيجي حالة راح تنزل درجة حرارة الزيت القلي وبالتالي راح يتأخر عملية الاستواء. بعد ما خليت 2 من قطع الدجاج راح أوطي النار على الوسط وتقريبا أخليها حوالي 15 دقيقة، حسب طبعا أكيد كبر قطعة الدجاج واللي أنتوا يعني تستخدموها أو تقلوها. هنا أنا حوالي أخذت من عندي 15 دقيقة مثل ما قلت، راح أكمل بقية الدبابيس بنفس الطريقة السابقة. وهذه كانت وصفتنا لهذا اليوم، طعمها جدا مميز، من الخارج كانت كريسبي ومن الداخل جدا طرية ومستوية. أتمنى عجبكم الفيديو وأتمنى تجربوها. شكرا جزيلا لاستماعكم وأشوفكم في فيديوهات قادمة، وبأمان الله وحفظه.